أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في عمليات زراعة صمام القلب تستخدم صمامات مصنوعة من الخنزير، وقد ثبت عند أهل الطب أنها أفضل من غيرها في الزراعة وأنها تناسب جسم الإنسان، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا للضرورة، نعم، إذا وصلت الحال إلى الضرورة فلا بأس، أما إذا كان ما وصلت للضرورة وهناك أشياء مباحة تغني عنها فلا يجوز استعمالها، إنما تجوز عند الضرورة. نعم، الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. نعم.